أهلا بكم أيها الرائعون. تحدثنا في أكثر من مرة عن أهمية التخيل وقوة التخيل الإبداعي في صناعة الواقع الذي تريده. في هذه الحلقة عزيزي المشاهد سوف أتحدث عن الطريقة الملائمة لتخيل صحيحة، فمرحبا بكم مرة أخرى. عزيزي المشاهد، الأمر يتعلق طبعا بهذه التقنية الرائعة جدا. عندما تحاول أن تستعمل تخيلك حاول أن يكون مقرونا بالمشاعر، لكن عليك أن تدرك أن الطريقة السليمة جدا لممارسة هذه الطريقة في الجذب تعتمد على قوة المشاعر طبعا، وعلى الاسترخاء الذي ينبغي أن تحظى به قبل أن تقوم بهذه العملية الرائعة. خذ لك مكان هادئ طبعا، تنفس بعمق وحاول أن تستشعر السكينة والهدوء والاسترخاء حتى تتمكن من الوصول إلى قوى عقلك الباطن الرائع جدا. بعد ذلك حاول أن ترسم سيناريو للأهداف التي تريد. تخيلها كما لو أنها معك الآن. فمثلا إذا كنت تريد سيارة جديدة، حاول أن تتخيل كأنك تقود هذه السيارة الجديدة وأنت تضع يديك طبعا على مقود العجلات، وهكذا. كلما كانت الصورة المتخيلة رائعة وواضحة جدا يكون ذلك أقوى في قانون الجذب. عزيزي المشاهد، حاول أن تربط دائما عملية التخيل بالمشاعر كما لو أن الهدف معك. عندما تحصل على الصورة النهائية للهدف الذي تريده حاول أن تجعل هذا الأمر يتكرر عدة مرات في اليوم إذا أمكن أو في الأيام الموالية. عندما تتحول هذه الصورة إلى قناعة في عقلك الباطن سوف تتاح لك العشرات من الفرص التي تساعدك على الأهداف التي تريدها. والمعلوم أن التخيل لا يكفي وحده، قانون الجذب سوف يمنحك الفرص الكثيرة جدا 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 التي تسمح لك بالحصول على ما تريده. لكن يبقى العامل الأهم هو قدرتك أنت طبعا على استغلال هذه الفرص وعلى الخروج من منطقة الأمان والراحة للحصول على أهدافك، بمعنى أن تسعى إليها بكل قوة طالما أن قانون الجذب سوف يساعدك على العديد من الفرص التي سوف تمكنك مما تريد. كلما كان التخيل متكررا وبالصورة الرائعة ومقرونا بالمشاعر يكون ذلك أفضل لقانون الجذب. سوف تلاحظ أن إحساسك الطاقي يكون بمشاعر عالية. في هذه اللحظة تكون على توافق كبير مع الأهداف التي تريدها. بإذن الله سوف تحصل عليها في الوقت المحدد. يوسف حسن، في أمان الله.